أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي من المقرر أن يزور مناطق في شمال إنجلترا تعرضت إلى فيضانات كبيرة أنه سيتم إرسال 200 جندي إضافي لمساعدة سكان هذه المنطقة التي تشهد أسوأ فيضانات منذ 70 عاما. وتم إجلاء مئات السكان في مناطق لانكشير ويوركشير في شمال إنجلترا، وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 6500 منزل، في حين أطلقت وكالة البيئة 24 تحذيرا من وقوع فيضانات قوية في شمال شرق إنجلترا وثلاثة تحذيرات أخرى في شمال غربها. لقد تم نشرنا بالليل في يوركشير، ولدينا الآن 200 جندي ملتزمون بتقديم المساعدة في عمليات كبرى من قبل الشرطة ووكالة الأرصاد الجوية، كلهم يشاركون في التصدي لما ترونه من أحداث غير مسبوقة. التعليق الوحيد الذي سمعته من الناس خلال الأربعة الأيام الماضية من تواجدي في كامبريا ولانكشير والآن في يوركشير إنه لم يسبق أن رأوا هذا الشيء من قبل.